ليلى حديوي ما تقدرش تكون بزاف لان وقتي ما يسمحليش باش نكون هنا وهنا وهنا، والحاجه اذا بغينا نتقنوها من الاحسن نركزوا على الحاجه. وانا حاولت نركز على صباحيه دوزام وعلى سيده شوبينغ هاد رمضان هذا، ولا بد غادي يكون شي حاجه في رمضان لان كاين واحد تيليفيلم مع اكتاروس اللي سميتو صحاب الباك، واللي غتشوفوا ليلى حديوي بواحد الدور اخر اللي مغير على المكياج والشعر وداكشي. وكنقول بركه لان خاصني فريمون نركز على سيده شوبينغ باش ندير انا لا توش ديالي وتانا ندير اللمسه ديالي.